السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. سؤال وجواب عن جميع الأسئلة اللي تجين على اليوتيوب. السؤال الأول يقول لك: محلول يارا هل هو للثمريات أو للورقيات؟ محلول يارا هو عاملينه ميزان في كل مراحل النمو، يعني بالنماء الخضري والنماء الزهري أو التزهير وكذلك الثمري، هم ضابطينه على أساس أنه ما يصير في تغيير من البداية للنهاية. لكن كثير من الناس اللي فاهم بالمحاليل الزراعية والأوزان ورفع الأوزان وتنزيل الأوزان يعني يقدر يعدل بنفسه، ما يستمر على خلطة يارا المعروفة. على سبيل المثال، إذا كنت أنت بتزرع مثلا ورقيات، يجب أنك تخلي نترات البوتاسيوم تخليها 150 لجميع الأوراق أو جميع الزراعات الورقية مثل البقدونس والجرجير والملوخية. إذا كان جت فترة إذا كان شغلك على الثمريات برضو نفس الطريقة، تسوي نفس الطريقة هذه. وإذا جاء وقت التزهير تخلي البوتاسيوم تخليه 250 جرام. إذا جاء وقت الثمريات أو الثمريات تقدر تخليه 350. طبعا أنا راح أتوقف عن هذه المعلومات عن خلطة يارا، لأنه الآن جالس أنا أدرس خلطة يارا في كل مراحلها الثلاثة. فبعد ما تكتمل إن شاء الله المعلومات الكافية راح إن شاء الله أعطيكم أزود من هذه المعلومات. لكن لا تنسون العناصر الصغرى تضاف على محلول A، لا تنسونا. طبعا أنا أضيف 20 جرام على محلول A، لكن إن شاء الله في الأيام الجاية راح إن شاء الله تحصلون زيادة في جميع المحاليل أو الأوزان خلطة يارا. السؤال اللي بعده يقولك: ما هو علاج تعفن الجذور بالأنابيب اللي هو البايبات؟ في موضوع على القناة، على قناتي، باسم علاج تعفن الجذور وأسبابها، ممكن واحد يرجع له ويناظر اللي هو طريقة علاج تعفن الجذور. السؤال اللي بعده يقول: بغيت تتكلم عن زراعة الشعير والبرسيم إذا في طريقة مناسبة. طبعا الشعير يحتاج إلى غرفة وفيها تكييف والبرودة لا تتعدى 22، والشعير يتغذى على الماء فقط، اللهم تضبط البي اتش عليه ويكون نسبة الأملاح قليلة، لا يحتاج إلى عناصر أبدا، ويحتاج إلى رفوف وإلى صينيات خاصة للشعير، وله طريقة يعني خاصة، يعني الواحد ممكن يبحث عن طريقة الصحيحة أساس أنه يستمر في إنتاج الشعير. البرسيم أنا أشوف جميع أكثر الشباب على اليوتيوب والزملاء عندهم شغالين عليه على البايبات، يزرعون في البايبات وعندهم إنتاج طيب وممتاز. هذا بالنسبة اللي هو البرسيم أو العلف، ما يسمى عندنا العلف، وهذا طريقة العلف طريقته أو محليله قريبة المحليل اللي هو الورقيات. السؤال اللي بعده يقول لك: لو سمحت كم درجة الحرارة في المحمية عندك؟ طبعا المحمية أنا عندي في فصل الصيف ترتفع عن درجة الحرارة عن 30، ترتفع عن درجة عن 30، وفي النهار أو في الليل يعني تبدأ تنخفض إلى تقريبا 18 إلى 20 تقريبا تنخفض. لكن أنا ضابط الترموستات عندي في الصيف من 21 إلى 27، لكن قوة الشمس لا تقدر تسيطر على الحرارة وتخليها ثابتة على 27 مثل ما أنا برمجت الترموستات على هذا، فلذلك تطلع إلى 32 تطلع إلى 33. لكن هل يتأثر عندك النبات؟ لا، ما يتأثر النبات إذا كان على 32 30، ما يتأثر. لكن يجب علي أن بعد ما تصل درجة حرارة عندي 32 30 أني غطيها بروكلين الأخضر عليها. إذا بعد تركيب الروكلين ولا استفدنا، يجب أننا نغطيها بطرطشة اللي هو الطين عليها. وذكرت هذه الفكرة كذا فيديوهات لأن دائما تجي بشكل يومي، في عندي أسئلة دائما متكررة فلذلك لازم أجيب عليها. السؤال اللي بعده يقول لك: كم ملوحة المياه المستخدمة عندك داخل المنزل؟ أنا عندي من 350 إلى 400،
وامورنا طيبه. كل ما نزلت درجه الاملاح حقه البيت وحقه الزراعه يطلع افضل وافضل من ارتفاع الاملاح الى 400. السؤال اللي بعده يقول ممكن يسوي فيديو عن تاسيس المزرعه وكل المواد والمحاليل وكيفيه استخدامها وطرق زراعتها من البذرة حتى الحصاد. يعني كثير من الناس يبي فيديو اني اسوي حق سنة كاملة اسوي فيديو، وهذا صعب، صعب جدا صعب. فلذلك حنا نبدأ مراحل، اول ما نبذر نصور فيديو طريقة التبذير وطريقة المرحلة الثانية في فيديو ثاني، وبعدين ننتقل الى بعد المرحلة الثالثة، وكل مرحلة نصوره وننزل فيديو، وبعدين الناس يبدأ يتابعون القناة من البذرة. يعني اللي بيجي يتعلم كيف يبدأ يرجع الفيديوهات اللي قبل 8 شهور أو 7 شهور من البذرة، ويبدأ من هاك الفيديو، ويبدأ تدريجيا كل ما ينتقل مرحلة يشاهد الفيديو اللي بعده، على أساس أنه يبدأ من البداية حتى يومنا هذا. صعب أننا حنا ناخذ كل هذه الفيديوهات ونضغطها على فيديو واحد، راح الفيديو يصير طوله تقريبا يمكن يوم كامل بيصير، فصعب. السؤال اللي بعده يقول لك كيف استخدام وطريقة زراعة البذور حتى الحصاد؟ برضو هذا نفس السؤال اللي قبله، ارجع الفيديو الفيديو بعنوان زراعة البذور من البداية أو من التبذير حتى الحصاد، موجود فيديو ممكن ترجع لمه. يقول لك كم الفترة الزمنية لتشتيل الطماط حتى الحصاد؟ من وضع الشتلة لا تعدينا شهرين يبدأ الحصاد. لكن إذا كان أنت شغال مضبوط ومعلم على قولتهم، والمحاليل عندك للنماء الخضري صح بالبداية، وبعدين تنتقل بالمحاليل وتغير المحاليل إلى التزهير ثم إلى محاليل الثمرية، راح يكون عندك سريع النمو، وراح عندك يطرح الثمار بسرعة أسرع من شهرين في هذه الطريق، خاصة في جميع الثمار. الطماط ممكن يتجاوز الشهرين. الكوس على سبيل المثال، الكوس إذا كنت شغال صح راح يطرح لك قبل الشهر يطرح لك الثمار. السؤال اللي بعده يقول لك هل يجب تجديد الشتلات كل موسم أو لا؟ طبعا لنفترض أنك أنت بتواصل في زراعاتك، إذا أنت بتواصل في الزراعات يجب عليك أنك بعد ما تنتهي مثلا على سبيل المثال الكوس والخيار، إذا أنت على طول تغسل النظام وعلى طول تبدأ بالتبذير. الطماط يجلس معك سنة كاملة، الفلفل، فلفل الروم، ذو كله يجلس معك سنة كاملة، كل شيء يستمر معك سنة كاملة إذا أنت شغال صح. أما الكوس والخيار ممكن عطوا تغسل النظام وتبدأ بالتبذير إذا وتوقف عنده الإثمار والنمو. أما إذا كان مستمر في الإنتاج ومستمر في العطاء ومستمر حتى لو يجلس سنة معك ما عندك مشكلة، 7 شهور 8 شهور ما عندك مشكلة، يستمر ما عندك مشكلة. لكن دائما الخيار حساس الأمراض، فلذلك ما تجده أنه يستمر فترة طويلة. السؤال اللي بعده كم يأخذ الداشت باكت من شتلة؟ يأخذ شتلتين، كل نظام داشت باكت يأخذ شتلتين إذا كان النظام اللي هو داشت باكت وبعدين تارك وبعدين داشت باكت، يعني يمين يسار. أما إذا كان متراصصات لا، لازم كل داشت باكت في شتلة واحدة، إلا الكوسة. الكوسة كل شتلة، كل داشت باكت في شتلة واحدة. هل أقدر أزرع بدون مبيدات؟ والشق الثاني يقول هل أقدر أزرع بدون محاليل زراعة مائية؟ أول شيء حتى الحين لو تزرع عند زراعة مائية وعندك محاليل يارا أو نبتة أو أيا كانت من شركة، إذا أنت أزرع وتقول إني ما يعني هل أزرع بدون مبيدات؟ لا، ما تقدر تزرع بدون مبيدات. مشكلة النباتات إذا كان عندك زرع معناته إنه عندك حشرات، فلذلك يجب إنك ترش النباتات بالمبيدات. إذا تركتهن كلهن شهر شهرين وكل النباتات قاضن عليهن وموتهن الحشرات أيا كانت الحشرات. لكن إذا كان عندي أنا مثلا شتلات، هل أقدر أزرع بدون محاليل بس أحط NPK 20-20-20؟ لا، ما تقدر. لازم النبات يحتاج إلى 12 عنصر مكتملات في محلول ويغذى فيها النباتات.
السؤال اللي بعده يقول هل مياه نظام الأنابيب يعمل 24 ساعة؟ وكم ارتفاع الماء؟ طبعاً أنا جاوبنا الماء عدة مرات جاوبناه، أهم شيء يصير الكوب ملامس للماء في حالة توقف الغطاس سنتي واحد. الشق اللي نرجع للشق الأول يقول لك ما كيف الري عندك بالأنابيب؟ الري في الأنابيب الآن أنا غيرت النظام اللي كان عليه. الآن شغال أنا عندي الساعة 6 مساء والساعة 6 صباح والساعة 12 ليل، يشتغل لمدة ساعة إلى ساعة ونص، ما عندي إشكالية. أما الظهر يشتغل أنا عندي الآن ما أدري هو من الساعة 11 أو من الساعة 10 الظهر، ولا يطفى إلا الساعة 4 العصر. في هذه الفترة ليش أنا غيرت النظام؟ غيرت النظام اللي هي الظهر هذه، غيرته لسبب أنه من الساعة 11 تقريبا تبدأ ترتفع درجة حرارة المحاليل داخل الخزان وداخل الأنابيب، فلذلك أنا أشغل النظام في هذه الفترة على أساس أنه ما ترتفع درجة حرارة المحلول عندي ولا يسبب عندي تعفن جذور، وكذلك كثرة حركة الماء داخل النظام تنشئ أكسجين. الأكسجين هذا أهم شيء في النظام البايبات، أهم شيء عدم نقص الأكسجين، ثاني شيء بعده عدم ارتفاع درجة حرارة المحاليل داخل هذا النظام. السؤال اللي بعده يقولك ما هي الخضار التي يجب أن تكون مع بعض؟ الأشياء اللي يجب أن تكون مع بعض هو الطماط العادي والشيري والباذنجان والفلفل الحار، هذا اجعلهم في نظام واحد، وجميع البقية اللي هو الشتلات الباقية ما عندك إشكالية تحطهم في نظام واحد أو تحطهم في نظامين أو في ثلاث أنظمة، ما عندك إشكالية. كم أملاح الطماط؟ أملاح الطماط في الصيف من 1400 إلى 1800، وفي الشتاء في الشتاء من 1400 إلى 1800، هذا بالنسبة للشتاء. في الصيف خليها من 1300 إلى 1600 في هذه الرنج، ونسبة البي اتش خليها على 6. أما بقية النباتات هذه في الشتاء تكون من 900 إلى 1200، في الصيف لا خليها من 800 إلى 1000، وتجدني الحين أنا أقول لك كلام وبعد شهرين ثلاث شهور بعد سنة أغير. كل سنة أنا أبدأ أشتغل، يعني أنا ما أتوقف على تجربة واحدة. تجد أنا الحين في الري الحين أغير الري، بعد شهر تسألني غير ري ثاني، يا أما أنا أغير وأجرب يا أما ارتفاع درجة الحرارة، فلذلك أرفع بنسبة اللي هو